السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مدونة تسلق إلى القمة لشرح دروس التكوين المهني وإنعاش الشغل لتمرين جديد من تمارين الموديول الخاص بلياقة الدائم. نبدأ على بركة الله. التمرين هو على الشكل التالي: عندنا أبوي أونكاستخي أو لا أبوي تخيبل في البوان بي، عندنا شارج تريونجلير طول ديالها جوج وشارج انكليني قيمة ديالها 500، الزاوية الميلان ديالها 30 درجة، طول ديالها 2. المطلوب في التمرين أننا نحسبوا لي رياكسيون دابوي في البوان أ. عفوا هنايا كاين خطأ، هاد البوان هادي ماشي بي، نسميوها أ حسب التمرين. في البوان أ يعني هنايا في هاد البوان هادي. باش نخرجوا هاد التمرين هذا، عندنا هنايا مثال ديال الطريقة كيفاش كنخرجوا لابوي تريبل. لابوي تريبل كنديرو ليها ثلاثة ديال لي رياكسيون، واحد فيرتيكال، ثاني اوريزونتال، وواحد كيكون وسطهم هو الرياكسيون ريزلتونت. وكنحسبو كذلك المومون دانكونسترومون اللي كيكون على هذا الشكل هذا. باش نخرجو لا شارج تريونغولير نحسبو لها كي ديالها بالطريقة التالية: نديرو كي صغيرة في ال على جوج، كي صغيرة عطاو لينا هنا كيساوي 300 ديكا نيوتن، الطول ديال لا شارج تريونغولير هي جوج، يعني ال كتساوي جوج. غنعوضو هنايا كيو بالقيمة ديالها و ال بالقيمة ديالها. باش نحسبو او بي، هادي هي العلاقة اللي خصنا نطبقو. نديرو جوج ال على ثلاثة و ال على ثلاثة. ال عندنا هنايا في هاد التمرين كتساوي جوج، يعني هي جوج جوج على ثلاثة و جوج على ثلاثة. غادي نطبقو باش نخرجو التمرين كذلك لي زيكواسيون دي كيليبر ستاتيك اللي كنستعملوهم دائما باش نحسبو لي رياكسيون. بالنسبة لي ريبونس يكون على هذا الشكل التالي: عندنا المومون كيف ما شفنا في التمرين في هذا المثال هذا، هذا هو المنحى الموجب، يعني هذا المنحى اللي اختاريت انا راه سالب. هذا خطأ في الطبع. هنا عندنا موا. باش نحسبو هاد كيو زيرو هادي غنطبق العلاقة. عندنا كيو كتساوي 300، عندنا كيو كتساوي 300، ال كيساوي جوج، هي هادي اللي عوضنا بها هنا، يعني 300 بجوج مقسم على جوج عطاتنا هي 300 ديكا نيوتن، يعني هاد كيو زيرو كتساوي 300 ديكا نيوتن. بالنسبة لهاد ا هادي هي كتساوي جوج ال على ثلاثة، يعني هي جوج في جوج على ثلاثة، هي ربع على ثلاثة، كتساوي واحد وثلاثين، 1.33 ديكا نيوتن. يعني المسافة من هنا لهنا عندنا كتساوي هي 1.33 ديكا نيوتن. بي كتساوي ال على ثلاثة، هي جوج على ثلاثة، هي 0.66، يعني ما تبقى المسافة من هنا لهنا هي 0.66. دابا ملي حسبنا كي زيرو حسبنا او بي، ندوزو نشوفو نطبقو لي زيكواسيون دي كيليبر ستاتيك. ها حنا طبقنا هنايا، شوفو دابا لاكس او اكس ناخدو على هاد الشكل هذا موجب. عندنا لي رياكسيون اف واحد اش غادا في نفس الاتجاه، يعني عندها بلوس فقط هي اللي عندنا. لا عندنا كذلك ار أبي ار اش ار ا اوريزونتال، حتى هي غادا في نفس الاتجاه، يعني حتى هي عندها بلس، يعني غتخرج عندنا ار أبي زائد اف اش واحد يساوي صفر، يعني ار أبي تساوي ناقص اف اش. اف اش كما قلنا ديما فلما كتكون عندنا اف اش كنبغيو نحسبوها كنديرو هي اف الكوسينوس ديال ديك الزاوية الميلان اللي عطاونا، عطاونا ميلة هنا بثلاثين، يعني ثلاثين. كون كانت عندنا هنا في كنا غنديرو بلاصة الكوسينوس غنديرو سينوس. هي هادي هي ار اش زائد اف اش واحد، عفوا انا خطا، هي ار ا اش زائد اف الكوسينوس ديال 30 كيفما خرجنا هنايا.
دابا نشوفو لاكس و إيغريك. بالنسبة للاكس و إيغريك ناخدوه هو هذا، ناخدوه موجب. عندنا هذه سالبة، هذه سالبة، هذه موجب، يعني عندنا ار ا في ناقص اف اف في ناقص كيو زيرو، هي هذه هي ار ا في ناقص اف في، هي اف سينوس ديال 30 ناقص كيو زيرو. شو نمشيو دابا للمومو. بالنسبه للمومو حنا درنا المومو بارابور هاد البوان هادي اللي سميناها ا. عندنا هاد كيو هادي لا دارت على هاد البوان هادي غنلقاوها باللي هي العكس ديال هادي، يعني عندها بلوس، يعني هي كيو في المسافه من هنا لهنا. حنا حسبنا باللي هنايا عندنا 0.66، 0.66 الا زدنا عليها جوج غتولي هي 2.66، زدنا عليها جوج اخرى غتولي هي 4.66، يعني هاد كي غنضربوها في 4.66. الا جينا لهاد اف في حتى هي لقينا بحال بحال كي زيرو نازله لتحت، ولكن الا شدينا ودورنا على هاد البوان هادي غنلقاوها حتى هي العكس ديال هاد المنحى هذا، يعني عندها حتى هي بلوس بلوس اف في في المسافه من بين هاد اف في وهاد البوان ا هي جوج، هي المسافه من هنا لهنا هي جوج مضروبه في 2 ناقص هاد لونكاستخومو هادي، هاهي المنحى ديالها اللي خدمنا به هنايا هو ناقص، يعني ناقص لونكاستخومو تساوي صفر. الا بغينا نخرجو هاد لونكاستخومو غنديرو هي اونكاستخومو كيساوي ناقص 4.66 كي ناقص جوج اف في، هي اف سينوس الزاوية اللي عطاونا هنايا هي 30 درجة، هي هادي اللي حسبنا هنايا 4.66 في كي هي ناقص 4.66 ناقص جوج اف سينوس 30، هي ناقص جوج اف سينوس 30 تساوي لونكاستخومو. هي عندنا هنايا موا، الا جبنا هاد لونكاستخومو للجهة الاخرى غتولي عندنا بلوس. دابا غنشدو هاد اف هنايا وغنعوضوها القيمة ديالها شحال كتساوي وغنحسبوها في الكالكولاتريس اش عطانا 4.33. كذلك ار ا في الى عوضنا اف بالقيمه ديالها وكي زيرو بالقيمه ديالها غنلقاو باللي كتساوي 550. بالنسبه لمومو غادي نعوضو كي بالقيمه ديالها كي لقيناها 300 ديكا نيوتن، اف عطينا اف كتساوي 500 ديكا نيوتن، يعني غنعوضوها ب 500 ديكا نيوتن. هنايا اف غنعوضوها ب 500 سينوس 30 ناقص 300 باش عطانا هي 550. بالنسبه لمومو هنايا عندنا كي 300، يعني غنديرو ناقص 300 في 4.66 ناقص 2 في اف، اف عطانا هي 500 سينوس ديال 30 وتعطينا هي 1898. دابا حنا حسبنا ار اش و ار في و المومو دونكاسترومو، قالينا نحسبو غير هاد ار هاد الغيزيلطونش ار ا هي اللي باقا محسبناهاش. نطبقو كيف العادة العلاقة ديال ار ا كتساوي الجذر ديال الغياكسيون في البوان ا اوريزونتال او كاري زائد ار ا فيرتيكال حتى هي او كاري. غادي نعوضو ار ا اش ناقص 433 ها هي، وغنعوضو ار ا في او كاري ب 550 او كاري هي هاد، وغنديرهم في الكالكولاتريس داكشي اللي غيخرج لينا كيساوي لينا 699.99 ديكا نيوتن. اش بقى لينا عاوتاني هاد الزاويه هادي ديال الميلان ديال ار ا غنسميوها الفا، غنديرو
سينوس ديال الفا كيساوي ار ا في على ار ا. ار ا في هي 550 و ار ا لقيناها كتساوي 699.99. هي عوضناهم هنايا، نديرو في الكالكولاتريس عطانا القيمه ديالهم هي 0.785، غنديرو في الكالكولاتريس سينوس موانزا ديال 0.785 باش يعطيك الخارج هو الفا مايله بالزاويه ديال 51.72 درجه. وبهذا نختتم التمرين ديال اليوم، كنتمنى يكون مفيد جدا بالنسبه لكم. والمزيد من التمارين مرجو الضغط على ايقونه تصابني اسفل الفيديو باش تشجعونا اكثر، وشكرا.